السلام عليكم متابعي موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في ميكرو الطنجاوي. اليوم جينا بني مكاده وغنشوفوا الاجواء ديال العاشر في وسط بني مكاده. حبيبه العشيوه اسمي انا ابتداء مش حاجه الصبر باش ماجه اللي جا كيهز معروف سوف يخدم بني مكاده باش ما عطى الله كيدي الساعه 20 هذه اصغر دربوكه كاينه بني مكاده. لا كاينين كيبقاو يبكيو ماما شري لي ماما كيبدا يبكيو لصق شي حاجه ديها ماشي مشكل عاوتاني لصق له شي عائله جي دي شي بياس تاع كي خلف الله خيبره كل موسم كل عاشر في الساعه هذيك العملات مالك هذوك يا شو الاولاد 12 قدامك ضروري باقي الفرحه ان شاء الله نهار العاشور نهار الثاني عاشور هذيك الفرحه الوالده يعني كتكون شي اجواء مزيونه بزاف على هذا الشيء هذا تقرب باقي الاثر العاشور باقي ما كاينش هذا الشيء هذا غير ما كاين والو باقي ما كاين والو دابا غير النشاط شويه عاد فرجنا كنقول لك عاد كتشهروا اسمي انا ابتداء مش حاجه الصبر باش ما جا اللي جا كيهز معروف سوف يخدم بما كذا باش ما عطى الله كيدير احلى تصوفك ما كاينش والله ما كاين خير ابتداء من ياه 5 دراهم وستالا سالي تال 100 درهم تال 200 تال 500 مرحبا بكم عاد تصوفك مرحبا بنا عندكم مرحبا بكم مرحبا بكم عليكم السلام كيفاش كتغوزوا اجواء العاشر بني مكان بني مكان احنا معروفين عاشوره كدوز عندنا مزيانه الطاقه المراكشيه ديالنا وكل شيء ديالنا دايما الحيحه دايما الحيحه وديما الحيحه انا سالي 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 شو ديما كذا ديما كذا كيفاش كتقوز الايات ديال الايات ديال اخاو دائما عيد دائما الرجل اخاو ديما كذا تنعاط هذه اصغر دربوكه كاينه بريما كان الله الصحه اللي عدلو شريتي ولا باقي؟ انا عاد نشري شنو هاد الشيء هاد المرة؟ اشري الدربوكة وشي زواطة يا طوم عمر والو؟ تا كبرنا عندك وما يمكنش يجي بني مكادة ولا كل كالي انت صبر حتى الخاو ديالي لا ترحم والديك الله كالي انت مطيب على الواد او على الواد هذا الخاو شوف يعني هذا كيكون مزيان على الخاو انا بسم الله الخاو ديالي بسم الله بسم الله شبا راه يدبر الله يدير هذه ديالي لا سمت من صاحبي وصاع راه ما نشوف شو ولا صاحبي شنو اسمك؟ بلال بلال كيعجبك العاشور؟ شنو شريتي بهذا العاشور؟ والو يا خدامي كنت يا خدامي ما شريتي حتى بياسه والو حنا كنبيعو الله انا في الراجل شنو كتبيع هنا؟ ها؟ عاشورة مثلا شنو جبتي لنا اليوم؟ مواطار فرادة شحال هذا الثمن ديالو؟ 15 درهم الريكل با نقولوا الناس اللي يجيو بني مكادا يجيو من عندك يتسخروا من عندك صافي مرحبا بكم شنو عندك هنا يا قلت لي كريرات عندك باقي نزيدو السلعة باقي خو ديري تبارك الله يرحم بابك اخاي ابراهيم بس هو اللي منور بني مكادا ضروري دائما شنو موجدنا في هذا العاشور هذا؟ فهمتينا الزواطة سيدة عاوساني الحيحة ديالو شحال الثمن ديالو؟ 15 درهم لا غلا على مسكين اخي دابا مثلا عندك ارخص لعبانه شحال؟ كاين 15 كاين 10 درهم شي متطوع يجي يشري هادشي كامل فرقوا على العباوة والو دابا جا شي عايل ويماه ما بغاتش تشري له كيفاش غاتعامل معاه؟ المهم ديك العباوة كاينين كيبقاو يبكيو ماما شري لي ماما كيبدا يبكيو لصق شي حاجه ديها ماشي مشكل عاوتاني اللي لصق له شي عائله جي دي شي بياس تاع كي خلف الله اخي ابراهيم تبارك الله يرحم بابك اخي ابراهيم تبارك الله على رضوان مرحبا بك اخي ابراهيم ما شاء الله مع لك هذا في ارض الدوله مرحبا بك ما عندي ما نسالك بعدا تبارك شنو عندك هنايا؟ عندي كل شيء هنايا ابراهيم الحمام الجداد الحوس اللي قلت هنايا يعني هنايا كتصربيه كتبيع وكتشري صربيه والولاعه بنادم ما يلولاعه شحال هذيك الدراري كيربيو الحمام وكيبيعوا واش باقي هذاك الشيء ولا نقاد باقي باقي شويش باقي موالع موجودين تبارك الحومه اللي معروفين دابا بالحمام كاملين دابا ارض الدوله حوم الحداد اللي قلتي برشيفه اللي قلتي بلاصاطور الحوامي كاملين فيه الحمام باقي الحمام باقي ما تقطعوش هو واخا ابراهيم الى قلت لك الاجواء دابا في دا الاجواء ديال العاشر بلي ما كان دابا عاد غيبداو ان شاء الله العاشر غيبداو هاد الشهور هادو غيبدا العاشر هنا عاود تكون بلي ما كان منور منور عاود تبارك الله كل شيء تلاقاو مع عزك ابراهيم سميتي عبد اللطيف تبارك الله دابا شحال مده وانت بلي ما كان
وهادي تقريبا 20 عام هادي. تبارك الله ماشي سهله. الا قلت لك الاجواء دبني ما كذا دابا مع دابا تبارك الله العاشور داخل فاش كتكون الاجواء هناك؟ تتكون اجواء يعني ما كعرف يعني حيويه فهمتي كاين نشاط الدنيا كتعمر كاين شي دراواز كلشي كاين الحمد لله الحمد لله لك الحمد. دابا الناس خصك شنو اللي تبدل العاشور بين شحال هادي والعاشور الدار؟ والعاشور ديال شحال هادي ماشي هو بحال ديال دابا. كنا كان في شحال هادي كنا كنجمعوا في واحد البلاصه ياك وكيتجمعوا البيع والشراي وداك الشيء وكيكونوا الناس تمايا يعني كنجمع. دابا لا تفرق لا العاشور في اي بلاصه كاين يعني في كل سوق في اي بلاصه في اي بلاصه فين ما مشيتي كتجبر يعني السوق فيه. ولكن شحال هادي كان تقدر تكلي بعض الاماكن اللي كانوا في طنجه كنا كنبنيوها فيها كنا سيدي في سوق الداخل سوق برا ياك كان تما واحد بلاصه كان الجهه ديال بوعراقيه كان تما السوق كان هنايا الجهه ديال كاستيه كاستيه عاوتاني كان تما بلاصه ديال فاش كان داك العماره دابا اللي طلعت داك البلاصه كان السوق ديال علي مي كان باركي ديال الخارج ديال الخارج تاتاك تشطر ايوا عاوت حتى في داك البلاصه هي وهذه هي الاماكن اللي كانت هنا في الزاون الصراحه كانت الصراحه كان هذاك الشيء حيوي ونشاط وكذا بنادم كيجي تما كنعجبني ديك الايام ترجع حاجه طبيعيه هي. الله يعاونك وشكرا بزاف الله يرحم والديك بارك الله فيك الله يعاونك خويا تبارك الله عليك. كيفاش اخويا كيفاش على شي جوج منكم غتقولوا لي الاجواء كيفاش غتكون في المكان؟ شغنقول لك الخاوه ديال هاد الايام هادي الدنيا مزموته فهمتي الحركه باقا ميته ماشي بحال الايام شحال هادي على شي راه دابا تما كتهضر بس دابا يلا العاشور بدا يلا الله بدا الايام الاولى بحق حنا ماشيين مع الدراويج ديالنا الدراري تما كتشوفوا اجواء العيد مزيانه على شي راه حياتنا معانا بيبا على شي واه كلنا على شي راه مزيان الحمد لله حنا ماشيين مع الاجواء تما كتشوفوا شو لابامين وهذا تبارك الله العشره مزيونين منتخب عاود هاتينا يعني هادو فرادات الماء هادو فرادات الماء كتفكر الايام فهمتي الصغور عيانا 15 درهم انا شيخ هادو 15 درهم الحلاوه ديالها يا هادي يا هادي والله لا هذاك تعاون معاه كيفاش شفتوا هذه الاجواء اللي بني ما كذا وقال لك يا ودي هذه عيب بدايه باقى النهايه ونرجعوا مره ثانيه ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.